ذكريات ما قدرش حيت اللي تفكر بذكريات خصني ما نفكر فيهم ذكريات خليهم بلاش. في ديك اللحظة طلع لنا في دا وكان يشوف الدنيا كاملة، كان يشوف الربيع وكان يشوف أشجار وكان يشوف شحال من حاجة. ما كانش يلعب. أخويا الصغير كان يلعب معه، سكت قليلا وقال له سيأتي يوم وتبكي علي، هكذا قال. معاناة كبيرة ولكن الحمد لله، يعني معاناة كبيرة بزاف، لأنه دار تقريبا دابا نيت حاليا كل شيء، الدراري بالزنقة بزاف المسائل، ولكن الحمد لله الله تعالى كما فرج علينا تصادرنا هذا الشيء، ممكن الله تعالى عاوتاني يفرج، الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ممكن يكفرج بكثر والله تعالى يعلم. ما تعرف حنا ما فقدنا الامل، الله تعالى كبير.